بسم الله الرحمن الرحيم. حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني ينطلق من المرجعية الإسلامية في مشروعه الإصلاحي. أنا كنشوفه بأن المغرب هو بلدنا جميعا ويجب خصنا نتعاونوا عليها على إصلاحها، على تجاوز الاختلالات ديالها، على التغيير ديال الأمور اللي خصها التغيير، على بناء واحد المستقبل أحسن وأفضل إن شاء الله. كيبني الحزب المشروع ديالو على الشعار ديالو أصالة عدالة تنمية. علاش هذا الشعار؟ أولا أصالة لأن احنا كنعتبروا أن أي إصلاح حالي ومستقبلي سينطلق من الذاتية المغربية، من الأصالة المغربية، من مبادئ، من مبادئنا، من تاريخنا، من هويتنا. وأي إصلاح مقترح، أي معرفة، أي تجربة إنسانية احنا كنرحبوا بها، ولكن خصنا نكيفوها على حسب التربة المغربية باش تكون صالحة للمغاربة. ثانيا العدالة، احنا كنظنوا بأنه المغرب اليوم محتاج فعلا باش نركزوا على قضية العدالة. بلدنا فيه طاقات بشرية مهمة، بلدنا فيه إمكانيات طبيعية كذلك مهمة، بلدنا عنده مؤهلات لبناء المستقبل أيضا مهمة، لكن هذا الثمار ديال هذه التنمية كلها خص يستفدوا منها جميع المغاربة، ماشي يستفدوا منها واحد الأقلية والأكثرية خارج هذه الاستفادة. ولذلك اليوم حنا كنلاحظوا أن في المغرب القرن 21 باقي عندنا 40% من الأمية، باقي عندنا ما يقرب من 4 ملايين ديال المغاربة تحت عتبة الفقر، يعني أكثر من الفقراء، الفقر المدقع. وهناك أيضا ما يقرب من 10 ملايين مغاربة إما فقراء وإما فيما يسمى بالهشاشة، واحد الوضعية اللي هم مهددون فيها في كل لحظة بالفقر. إذا هناك واحد الوضعية ديال التفاوت بين المغاربة، بين عدد كبير من المغاربة ما عندهمش الإمكانيات ديال العيش الكريم، حد الأدنى الضروري للعيش الكريم، فئات واسعة من المغاربة كيعيشوا إما فقر وإما بطالة وإما في سكن غير لائق وإما في واحد الوضعية ما كيقدوش بها، كيقدوش فيها على التطبيب وعلى الصحة الكافية ولا على التعليم ديال الأبناء ديالهم بطريقة كافية، ولا يقدوا يوصلوا الكثير من الفوائد ديال التنمية ديال بلادهم. وفي المقابل كنلقاو بأن واحد مجموعة المغاربة قليلة العدد محدودة جدا كتعيش في واحد الغناء طاغي. وهذه الوضعية ديال التفاوت بين المغاربة السبب ديالو بالخصوص جوج أمور. الأمر الأول الفساد الإداري والمالي. الفساد الإداري والمالي كنعنيو به الرشوة، كنعنيو به المحسوبية، كنعنيو به البيئة المحسوبية كتبني مع العائلة، على العلاقات العائلية، صاحبه، ولده، خوه. لذلك كنلقاو الطبقات المحظوظة دائما كتمهد ولادها باش تكون عندها نفس الامتيازات ولو بغير وجه حق، وكتبنى أيضا هذه المحسوبية على الحزبية. أحيانا الحزب اللي وصل لواحد الموقع معين كيبدا يضف غير الناس ديال الحزب ديالو، كيبدا يعطي الصفقات، هذه مارشي الصفقات للناس اللي قراب الناس اللي الحزب ديالو، وهكذا. إذن هناك واحد فساد إداري ومالي كيؤدي إلى نوع من تهريب الثروات من الفقراء إلى الأغنياء، يعني زيادة الأغنياء غنى وإبقاء الفقراء، أو زيادة الفقر الفقراء فقرا. وحنا كنحتاجوا لواحد المنهج اللي الذي يجعل الغني يبقى في غنى ولكن يخرج الفقير من فقره، وهذا المنهج هو اللي باقي ما وصلناش ليه. والفساد الإداري والمالي الموجود، الرشوة كما كتعرفوا جميعا وغيرها، كتلعب واحد الدور خطير جدا في تهريب الثروات، وهذا أكدته جميع التقارير الدولية والوطنية أن الفساد في المغرب كثير جدا. ولذلك حنا مؤشر ملامسة الرشوة تضعوا منظمة دولية، يعني منظمة الشفافية الدولية، كيخلي المغرب في الثلث الأخير، الثلث الأخير من دول العالم. السبب الثاني اللي كيؤدي لهذا التفاوت بين الفقراء والأغنياء هو هذا النمط ديال الإنتاج اللي فيه الاحتكار، اللي فيه اقتصاد الريع، اللي فيه إعطاء الثروات لأناس بدون استحقاق، ليسوا مهنيين، ليسوا أصحاب أموال يستثمرون أموالهم، ليسوا أناس يعملون على الأرض، حتى شي واحد من هاد الثلاثة، إنما هم أناس محظوظون
تقتطع لهم ثروات لا يستغلونها مباشرة إنما يستغلونها عن طريق سواعد مغربية أو عقول مغربية أخرى وهم كيديوهما نتائج ديال الاستغلال وهاد السواعد وهاد المغاربة اللي كيخدموا كيديو غير العرق وكيديو غير التعب والنصب والفتات القليل وهذا كنلقاو في هاد الشيء ديال الكريمات مثلا الصيد في عالي البحار في مقالع الرمال في كثير من الثروات الأخرى ديال الأراضي ديال استغلال الأراضي في النقل نقل الأشخاص سواء النقل الحضاري أو غيره إذن هناك واحد أنماط إنتاج التي تجعل الثروات محتكرة من قبل فئات محدودة جدا بينما الفئات الواسعة التي تستغل فعلا تعمل تشتغل فعلا تلك الثروات لا يصلها من الإنتاج ديال هذيك الثروات إلا القليل جدا الأكثرية كيوصل الناس جالسين في ديورهم ما هزوا ما حطوا وإنما تصلهم الأموال وتصلهم نتائج تلك الثروات هذا السبب الثاني الذي يؤدي إلى هذا التفاوت نحن في حزب عدالة والتنمية نقول كفى من هذا التفاوت خصنا نديرو واحد منهج لا فيما يخص إنتاج الثروات وتفويتها للناس واستثمارها واستغلالها ولا فيما يخص طريقة تدبير الشأن العام تكون واحد الطريقة اللي كتمنع الفساد الإداري والمالي تمنع الاحتكار وبالتالي كتمكن المغاربة عموما من الاستفاد من ثمرات التنمية في بلادهم لهذا نحن في البرنامج الانتخابي الجديد لحزب العدالة والتنمية لسنة 2007 جعلنا شعاره جميعا نبني مغرب العدالة نظن اليوم أن المغرب سيوقف على قضية العدالة حققنا واحد شوية تقدم في مجال الديمقراطية حققنا واحد شوية تقدم في مجال حقوق الإنسان وطي صفحات الماضي حققنا واحد شوية ديال التقدم في مجال حرية التعبير والصحافة والتجمع وغيره حققنا واحد مجموعة الإنجازات في هذه المستويات لكن على مستوى العدالة لا نزال في درجة أسفل من كثير من دول العالم الثالث وهذا مفزع وغير معقول لأنه هو اللي كيدي التهميش الاجتماعي هو اللي كيدي الإقصاء هو اللي كيدي الكثير من الآفات الاجتماعية مثل المخدرات وانتشارها مثل الجريمة أيضا أن الفقراء ماذا سيفعلون بل هو من بين الأسباب ديال المباشرة ديال الإرهاب اللي عاشتوا بلادنا احنا نريد باش نعالجوا هاد الآفات وهاد المشاكل الاجتماعية معالجة عميقة معالجة جدرية معالجة حقيقية وليس معالجة سطحية وهذا يتم بأن يستفيد جميع المغاربة من نتاج ثروات بلادهم ونتاج التنمية هذا هو إذن الشعار الثاني اللي هو العدالة الثالث اللي هو التنمية يعني خص تكون عندنا القدرة على أن ننمي بلادنا يكون الاقتصاد ديالنا اقتصاد منافس في واحد زمن ديال العولمة صعب كيحتاج فيه إلى منافسة حقيقي إنتاج حقيقي وهذا المدخل ديال الأساسي هو التعليم التعليم ديالنا اليوم مع الأسف الشديد هو تعليم ما فيش الجودة تعليم غير مرضي لأي أحد تعليم غير مكيف مع الحاجات الاجتماعية وحاجات السوق تكوين ليس مكيف ماشي غادي بواحد الاستراتيجية مفيدة للوطن ولذلك نحن نطالب بمراجعة جدرية للمسار الذي صار فيه التعليم سيكون عندنا تعميم حقيقي للتعليم واليوم على حسب الإحصائيات الرسمية يوجد في بلادنا ما يقرب من 1,400,000 أمي عمرهم ما بين 10 سنين حتى 24 سنة يعني أن نظامنا التعليمي في نهاية المطاف يخرج الأميين لأن 1,400,000 هذا عدد كبير ضخم نتفهموا يكون عنده أميين عمرهم 50 عام 60 عام أو حتى 40 عام أو حتى 35 عام ولكن 20 سنة أو 15 سنة هذه جريمة في حق المغاربة وجريمة في حق الشباب والسبب في هذا هو نظامنا التعليمي اللي فيه الهدر الدراسي واللي فيه عدم الجودة واللي كيهرب التلاميذ بدلا من يحتضنهم بدلا من يرفع المستوى ديالهم بدلا من يربيهم يكونهم يعلمهم وأيضا نظامنا التعليمي خص يكون موجه نحو الحاجيات الحقيقية في الواقع ماشي كنكونوا في واد والواقع محتاج لأطو في واد لا سيكون تكون ديال موجه ولذلك نحن ننادي بإعطاء مكانة أكبر للتكوين المهني رفع مستواه وإعطائه مكانة أكبر وتوسيعه ليستوعب أكبر قدر ممكن من الشباب أيضا على مستوى التعليم الجامعي كنناديو باش يكون الإجازة التقنية توصل إلى 50% تقريبا من أنواع الإجازات لأن يعني نحن محتاجين لواحد الشباب اللي لشد الإجازة ديالو يمكن له أن يدخل سوق الشغل فورا يلقى العمل ديالو
فشي كان قريوه ندرسوه واحد دراسة نظرية التي لا تؤهله بتلك الدراسة وبتلك الشهادة اللي كيشد باش يخدم. ما معنى عمل لا يمكن الإنسان المتخرج من أن يجد فرصة شغل في الواقع؟ المدخل الأساسي لمعالجة مشكلة التشغيل أو مشكلة البطالة هو التعليم، لأن الناس إذا كونهم كيلقاو كونهم تكوين جيد بطبيعة الحال وتكوين اللي في مستوى الحاجيات ديال الاقتصاد، غادي يلقاو العمل ديالهم بسرعة ويلقاو العمل ديالهم بشرف أيضا وبكرامة، بدلا من أن يهاجروا هجرة سرية التي تتم إلى بلدان أوروبا. آنذاك الهجرة ستكون بكرامة انطلاقا من عقود عمل حتى لمن يريد أن يهاجر، ولكن اللي ما هاجرش سيجد عمله وسيجد الشغل في بلاده. بل نقول أكثر من هذا، بأن وجود تعليم جيد، تعليم تقني في مستوى عالي وعلمي، وجود تعليم مكيف مع حاجية السوق سيؤدي تلقائيا إلى جلب الاستثمارات، لأن من بين ما يحتاجه المستثمرون هو أن توجد أيدي عاملة مدربة، أن توجد أطر تقنية كفءة. ما يمكنش واحد المستثمر يجي هنا ثم يقلب على اليد العاملة، يقلب على الأطر، يقلب على الناس على التقنيين وما يلقاهمش. ولذلك نحن نظن بأن عندما نرفع مستوى التعليم سنجلب مزيد من الاستثمارات وسنحقق تنمية اقتصادية، فهذه بعض مداخل التنمية كما نراها، وهذا هو ملخص وأسس هذا الشعار الذي يستند منه ينطلق منه حزب عدالة التنمية، الذي هو شعار أصالة عدالة تنمية. دكتور العثماني، فيما يخص البرنامج ديالكم الانتخابي في الشق ديال الاقتصادي اللي قلتي ان 30 جنيه هي اللي عدات 200 مقترح عملي واقعي ومسؤول كما تقولون، مثلا فرافع معدل النمو الى 7% عوض 4.1% اللي عرفته السنوات بين 2002 و2007، ثم رفع الحد الادنى من الاجور الى 2055 درهم. 500 هل 55 راه قريب دابا 2010 دابا 2500. هل تعتبرون هذه الارقام، بعض الارقام هل تعتبرون فعلا واقعيه هذه ويمكن ان تكون يعني تدخل الواقع في اطار البرنامج؟ نحن نظن انها واقعيه. اولا هي ضروريه، لانه لا يمكن ان نحقق نقله للاقتصاد الوطني ولا يمكن أن نستجيب للتحديات الموجودة بدون نسبة نمو تصل ما بين 6 إلى 7%. ما يمكنش. إذن هذا تحدي أولا. ثانيا نحن نظن أن العوائق الكبرى لكي يكون اقتصادنا منافسا في عالم شديد خطير التنافسية فيه خطيرة، ثانيا القدرة على جلب مزيد من الاستثمارات يحتاج إلى إصلاحات كنسميوها إحنا إصلاحات هيكلية بنيوية، اللي هي إصلاحات أفقية تؤثر في جميع القطاعات. وهذه الإصلاحات هي 3 إصلاحات بالأساس، ونظن بهذه الإصلاحات تحتاج بالخصوص ليس إلى ميزانية ضخمة، تحتاج إلى ميزانية لا شك، لكن تحتاج بالأساس إلى إرادة سياسية، إلى قدرة على القيام بهذه الإصلاحات، إلى رجال ونساء عندهم كفاءة ولكن عندهم أيضا نزاهة وجدية. وهذه الإصلاحات هي أولا إصلاح الإدارة ونظام الحكامة. إدارتنا تحتاج إلى أن تكون إدارة حديثة، تحتاج إلى أن تكون إدارة ناجزة فاعلة سريعة، تحتاج أن تكون إدارة نزيهة مخلقة ليس فيها فساد إداري ومالي. ثانيا نحتاج إلى إصلاح القضاء، نحتاج إلى قضاء مستقل، قضاء نزيه ليست فيه رشوة محسوبية، قضاء حديث، وقضاء أيضا ناجز وفاعل. وهذا في البرنامج تعرضنا لهذه الأهداف واحدة واحدة، ثم وضعنا الإجراءات الضرورية للوصول إلى الحد الأدنى من الاستقرار. وما كاينش الكمال في هذا الشيء، ولكن نحن نريد أن نخطو خطوة إلى الأمام. الإصلاح الثالث هو إصلاح التعليم ليكون تعليما ذا جودة وتعليم متكيف مع الحاجيات، وهذا يحتاج إلى سياسات، إلى أولويات أولا. ثاني الاساس، شنو وقع للحكومه السابقه؟ الحكومه السابقه ركزت على مجموعه الاصلاحات لكن جزئيه،
ما مشيتش للاصلاحات الهيكليه مثلا. قالوا غادي ندخلوا غادي نطوروا في مجال البنيات الاساسيه غادي نزيدوا وتيره انجاز طرق السياره. فعلا زادوا وتيره انجاز طرق السياره، لكن الاشكال الاكبر للمستثمر هو طرق السياره مزيانه، ولكن الاشكال الاكبر للمستثمر هو اولا القضاء. خص الحكومه تدير اولويات، تقول انا غادي نزيد في وتيره طرق السياره، ولكن اللي عنده الاولويه اللي خصنا نركزوا عليه نعطيه الجهد اكبر، نعطوه الاهتمام اكثر، نعطيه حتى مال اكبر، هو اصلاح القضاء واصلاح الاداره واصلاح التعليم. هي اللي خص الحكومه تعطي فيهم نتائج حقيقيه، لان الا اصلحنا الاداره غادي نقاوموا التبذير، غادي نقاوموا واحد الهدر كبير بسبب الفساد. هذا جميع التقارير الدوليه تبين انه كثير من الاحصائيات انه المغرب يفقد بسبب الفساد فقط، يعني بسبب الرشوه فقط، بسبب الرشوه يفقد تقريبا نقطه في معدل النمو. يعني تقريبا يفقد 22 مليار درهم سنويا بسبب الفساد، لان الفساد مثلا الى بغينا واحد الصفقه معينه نفوتها، هذيك الصفقه بدلا من نفوتها بواحد نسبه بواحد مال كنفوتها باغلى. علاش؟ لان الناس اللي كيفوتوا الصفقه كياخذوا رشوه، اذا مقابل الرشوه الدوله كتفقد مال. يا حاولنا الفساد الاداري والمالي الدوله ايضا تقتصد العدل والتنميه ديال تركيا تقتصد العدل والتنميه ديال تركيا حتى هي هم ايضا اعطوا اولويه لمقاومه الفساد الاداري والمالي، وذلك اقتصد للدوله واحد الميزانيه كبيره جدا. احنا كنقولوا هناك مداخل للاصلاح، حتى المستثمر الى جا كيشوف الاداره واش خصو يميزي الفلوس كل دقيقه، الى لقى الصعوبات كيمشي للدوله اللي ما فيهاش الفساد في هذا المستوى. كيشوف القضاء لان المستثمر غيوقع عليه اشكالات مع مستثمر اخر، غيوقع عليه اشكالات مع الاداره، خص يكون عنده قضاء اللي يوقع اشكال مع هاد الاطراف اللي غينصفوا. اما الا مشى لواحد القضاء ولا كيلقى هذاك القضاء يبتزه ايضا مثلا، وهذا يقطع في كثير من الاحيان، او كيجرجر الملف ديالو كيطوال وفيه البطء. ثانيا طبعا هذه المستثمرين لا ياتون، ومع الاسف الشديد عندنا ملفات كثير من المستثمرين الذين اتوا وحاولوا الاستثمار في بلادنا فلما وجدوا هذه العوائق هربوا. كنظن بانه مداخل اساسيه للاصلاح، وهي ماشي سهله، ولكن ليست ايضا صعبه اذا توفرت اراده سياسيه قويه. الحكومه الحاليه مع الاسف الشديد في هذه الملفات الثلاث لم تقم باي جهد ولم تنتج اي نتيجه. اولها انه كان منذ فتره طويله منذ سنوات والحديث يتم مثلا عن قانون محاربه الرشوه، فلم يتم اصدار هذا القانون، وبقى في دهاليز الاداره يدور، لان هناك جهات مقاومه لهذا التغيير لا تريده ان يتم، لان هي التي تستفيد من وضعها الحالي. ولذلك احنا في الحزب عندنا هذه الاولويات، ونظن انه اذا ادخلنا حد ادنى من هذه الاصلاحات في هذه المجالات يمكن ان نحقق بسهوله جلب استثمارات، تنشيط المقاومه المغربيه ودعمها، لانك غادي تدعم المقاومه المغربيه. المقاومه المغربيه في كلفه الانتاج كتدخل داكشي اللي كتعطي في الرشوه، هي حيت الى الرشوه ايضا كلفه الانتاج ستخف. فلذلك سنظن بان هذا يمكن ان يؤدي الى ان نصل الى نسبه نمو بين 6 و7% ان شاء الله. تطالبون الدكتور العثماني وحزب الدولة التنمية بحكومة سياسية، هل تظنون أن الوزير الأول المقبل الحكومة المقبلة سيكون فعلا وزير أول سياسي منبثق من على حسب الخطابات، خطابات جلالة الملك التي أكد فيها على أنه يجب أن نقطع مع كثير من الممارسات السابقة، وعلى ان الحكومه المقبله يجب ان تكون مسؤوله، وكذا الدور الذي دعا اليه جلاله الملك ايضا لتقوم به الاحزاب السياسيه، بل في الخطاب الاخير نوه جلاله الملك بجهود الاحزاب السياسيه وانتقد الجهات التي تنتقص هذه الاحزاب وتجربتها ودورها في الديمقراطيه الوطن المغربيه. اظن مع هذه التاكيدات الملكيه اظن بان الحكومه المقبله ستكون حكومه سياسيه، والوزير الاول المقبل سيكون وزير سياسي ان شاء الله. هل خيار البقاء في المعارضة حاصل وارد عندكم في حزب العدالة والتنمية؟ خيار البقاء في المعارضة وارد. جربتي المساعدة النقدية وجربتي المعارضة، ما كنظنوش خصكم تجربوا الحكومة. لا شك أننا سنجرب المشاركة في الحكومة، ولكن هل بعد 2007 أو في ولاية أخرى؟ لا ندري. المشاركة في الحكومة ليس قرارا سهلا،
هو مرتبط بمجموعة من الشروط والظروف. ونحن لا نريد أن تكون مشاركتنا مشاركة صورية، مشاركة لا تفيد البلاد والعباد، لا تضيف إضافة حقيقية ونوعية. ولذلك سندرس الطريقة التي جرت بها الانتخابات وستنظم بها الانتخابات، سندرس نتائج هذه الانتخابات وما حصل على حزب علي التميمي من مقاعد وما حصلت على الأحزاب الأخرى، سنرى من هو الوزير الأول الذي سيعينه جلالة الملك، من هي الأحزاب التي من المطلوب منا أن نتآلف معها ونشكل ائتلاف حكومي، ما هو البرنامج الذي ستجتمع عليه الأحزاب، ما هي المقاعد التي سيكون مطلوب منا في إطار هذا الائتلاف الحكومي أن نتكلف بها، وغيرها من الأسئلة. وعند الجواب على هذه الأسئلة سنتخذ القرار. نحن الآن ليس عندنا قرار لا بالمشاركة في الحكومة ولا بالبقاء في المعارضة، وكلا يعني الاحتمالين وارد. بالنسبة للحزب علي التميمي يحط المرأة على المزيد من الخيارات في العمل السياسي، ما نعرفوش النسبة ديال النساء اللي قدمتي يعني ترشحوا في الانتخابات باسم الحزب. لحد الساعة ليس عندنا إحصاء دقيق لعدد النساء ذات السيارات، لكن عندنا وكيلة لائحة واحدة محلية مع الأسف الشديد، وعندنا لكن في المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة هناك عدد من النساء، لكن ليس عندي الآن حساب نسبة. سمعنا قد يسين ما يقرب من 15 أو 20 نسبة. سمعنا الأيامات كما تناقلت بعض الصحف يعني مجموعة الاستقالات كاين في الدار البيضاء في الناظور، كيفاش كتقرا نتوما هذه الاستقالات من الحزب في هذا الوقت يعني في هذا الوقت بالذات يعني قبيل الانتخابات؟ نحن الآن عندنا مركزيا الذي في يعني الذي نعرفه أن هناك 11 تقريبا استقالة من الحزب بسبب هذه مرحلة الانتخابات، نظن أن هذا شيء عادي، ودائما نقول عن الانضمام إلى الحزب يتم بحرية الإنسان وأن الخروج من حرية الإنسان طبيعي في مجال الترشيح أن لا يجد الإنسان دائما المجال ليكون مرشحا بسبب وجود مقعد واحد ومرشحين كثيرين، وإذا اختار بعض أعضاء الحزب أن يترشحوا في أحزاب أخرى نحن نتمنى لهم التوفيق. التحالفات ديالكم في حالة إلى نحن اليوم عندنا اتفاق تعاون مع حزب واحد وحزب القوات المواطنة واحد، بعد إذا التحالف ديالنا هو هذا التحالف السياسي، أما تشكيل ائتلاف حكومي فهذا يمكن أن يتم مع أحزاب، نحن حزب وسط يمكن أن يتم مع أحزاب اليمين كما يمكن أن يتم مع أحزاب اليسار، وليس عندنا في هذا رفض مبدئي في التعاون مع أي حزب آخر، لكن دراسة الائتلافات تحالفوا مع أو تعاون مع حزب الطالعة الديمقراطية مثلا؟ أظن أن هذا مطروح. حين قلت تقوم تعاون مع أي حزب؟ نحن نعني الأحزاب الكبرى بالخصوص، احنا الائتلاف الحكومي تعاون من التعاون العادي، نحن نتعاون مع جميع الاحزاب. نحن الان مثلا في مجموعه العمل الوطني لدعم العراق وفلسطين، هناك احزاب من اليسار واحزاب من اليمين واحزاب من الوسط، التعاون على الملفات نحن نتعاون مع جميع المغاربه، قضيه الصحراء نحن مستعدين بدينا نتعاون مع الجميع، وهذه في قضايا وطنيه كبرى. نحن نتحدث عن الائتلاف الحكومي، وهنا بطبيعه الحال هذا سيتم مع احزاب الكبرى هي المطروحه، هذه الأحزاب الكبرى ليس عندنا رفض مبدئي للتعاون مع أي حزب. نظن بأن التحالفات أو تشكيل ائتلافات على أساس إيديولوجي ولا منذ سقوط الإيديولوجيات، لكن سيتم انطلاقا من دراسة برنامج مشترك ومن شروط وظروف سياسية كما ذكرت من قبل. أنا السيد العثماني، أنتم كتنصروا أن يكون هناك واحد جهاز قضائي هو اللي يشرف على سير الانتخابات حيث المراقبة ديالها و... واش كاين في الواقع؟ لا، غير موجود في الواقع. نحن قلنا في المذكرة التي أصدرناها في يناير 2006 والتي وضعنا فيها الشروط القانونية والتنظيمية والسياسية لتكون هذه الانتخابات في مستوى التطلعات، لتكون خطوة جديدة في إطار المسلسل الديمقراطي الذي ينمو في بلادنا. قلنا فيها بأن الذي نطالب به هو أن يكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات. قلنا أن الانتخابات يمكن أن تسرع من قبل الجهاز الداخلية والإدارة،
لكن الإشراف يجب أن يكون قضائيا. ومع الأسف الشديد لم يستجب لطلبنا. حتى الأحزاب التي كانت تنادي بهذا المطلب لعقود من الزمن من قبل صوتت ضده ولم تأبه له، وأقرت تسييرا وإشرافا من وزارة الداخلية. نحن نظن أن هذا لا يخدم التجربة الوطنية، ويجب أن نرجع في يوم ما إلى الإشراف القضائي. بالنسبة للدور ديال الاستشاري لحقوق الإنسان والهياكل ديال الملاحظة في الورقة، هذا الملاحظة ديال الانتخابات، مجموعة ديال الناس اللي جمعوا في مراقبة الانتخابات وبعض يعني الهيئات الدولية، شوفوا هذه المراقبة وجود ملاحظين وطنيين ودوليين أيضا رحبنا به وطالبنا توسيعه في هذه المذكرة التي أصدرناها منذ يناير 2006 كما قلت. ولذلك نحن نتمن توسيع وجود الملاحظين الوطنيين، يعني ملاحظ مش مراقب، لا هو ملاحظين ليس مراقبين، ملاحظين وطنيين حتى دوليين كيتحدثوا عن ملاحظين. المراقب والملاحظ على حسب التعليم المهم هو المضمون ما هي وظيفته ومدى يعمل، ولا يتدخل في العملية الانتخابية، إنما يلاحظ ما يقع ويكتب التقارير، وليس له أي صفة تقريرية أو صفة تدخلية في هذه الانتخابات، لأن غير معقول أن تكون لها. هؤلاء ملاحظين سواء كانوا وطنيين أو كانوا ملاحظين دوليين، وأظن بأن اتخاذ المغرب لقرار السماح للملاحظين الدوليين للدخول وللحضور في بلادنا يعني هذه شجاعة سياسية ومبادرة يجب أن تحيى إيجابية. نتمنى أن تؤدي إلى تشريف وجه المغرب ولإبراز أن المغرب قادر من بين دول العالم الثالث القادرة على فعلا أن تنظم انتخابات شفافة ونزيهة. هذا اللي كانت منه بلادنا، لأننا نريد أن يكون المغرب هو الذي ينتصر في الانتخابات قبل أن ينتصر حزبون أو أحزاب. نريد أولا أن ينتصر المغرب، وهذا هو الهدف نحن الذي نهدف إليه. ولذلك نحن وطننا أنفسنا على مقاومة جميع الخروقات الانتخابية، وطبيعة الحال على مواجهة حتى المرشحين أو أعضاء حزبنا إذا قاموا بخروقات انتخابية. نريد أن كما قلت أن تنتصر الديمقراطية المغربية. كتوقع نسبة المشاركة في الانتخابات؟ مع الأسف الشديد نسبة المشاركة لن تكون كبيرة. إحنا كنظن بأنها يمكن تكون بين 40-50%، يمكن أن تنخفض قليلا عن نسبة المشاركة سنة 2002. ولذلك يجب أن تبذل جميع الجهات سواء كانت سياسية أو حزبية أو إعلامية أو مدنية دورها في أن تقوم بدورها في تعبئة المواطنين للإقبال على صناعة القرار إن شاء الله. بالنسبة للمجموعة ديال المنظمات غير حكومية قامت بدور ديال تحفيز المواطنين والشباب أنهم يتسجلوا ويشاركوا الجميع، كيفاش كتشوف الدور ديال هذه الجمعيات؟ واش فعلا قامت بدورها على أحسن وجه، ولا ناخذ مثال ديال جمعية 2007 دابا؟ لا، أنا كنقول نحييو جميع الجهود التي تمت، وهنا ماشي في مستوى باش ماشي في يعني ماشي في موقع الذي يسمح لنا بأن نقيمها نعطيها نقطة جيدة أو ضعيفة، لا. ولكن أي جهد تقوم به جهة إعلامية أو من جمعيات المجتمع المدني أو سياسية للتعبئة لإنجاح الورش المقبل فهو جهود مرحب بها، نتمنها، نحييها، ومستعدون لمد اليد للتعاون معها. بالنسبة للإعلام العمومي، يعني فتح الأبواب سواء من خلال الإعلام المرئي أو الإعلام المسموع الأحزاب أنها تبين التصور ديالها ونقاط ديال البرنامج ديالها الانتخابي. هناك بعض الأحزاب اللي هي مقاطعة انتخابات، بما أن الإعلام يعني عمومي وكيتصرف وكيتخلص من الجيب ديال المواطنين، ما كتشوفوش بأن هذا واحد الحيف أن حزب سياسي معترف به لا يسمح له باستغلال الإعلام العمومي باش يوصل للموقف ديالو الصوت ديالو ولمن التعبئة المقاطعة؟ نأخذ مثالا ديال حزب الناس الديمقراطي. لا، أولا أنا أشير إلى أنه مشاركة الإعلام العمومي في فسح مجال للأحزاب السياسية للتعبئة للانتخابات
أو لتعريف برامجها ليس جديدا، هو تم في مختلف استحقاقات المالية. الجديد أنه مقنن، أنه تم تأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بين يعني من بعد 2002، ولذلك دابا حنا عندنا واحد التقنين، واحد الترشيد، واحد التوازن وفق قواعد ديال هذه المشاركة ديال الأحزاب السياسية في هذا الورش. فذلك هذا يعني إيجابي تطور. أنا ما عرفش واش واش الإعلام العمومي عنده دور كبير في تعبئة المواطنين، عنده دور معين لا شك، دور لا شك، لكن يعني الحق المغاربة خارج القضية الديمقراطية، يعني أنا كنقول بعد التأثير ديالو يعني متوسط، متوسط. هو في الحقيقة الحملات الانتخابية أو التحسيس الحقيقي هو التحسيس المباشر الاتصال بالمواطنين، أكثر تأثيره أكثر من الإعلام. أنا كنظن بأن أي حزب من حقه يعني ينقطع على الانتخابات، ولذلك حنا انتقدنا في قانون الأحزاب في صغر لو ولا ديال القانون الأساسي أنه قال بأن واحد الحزب اللي قطع الانتخابات مرتين إما كيتسحب منه المنع أو على الأقل ما كيتدعمش من قبل الدولة إلى آخره. حنا انتقدنا هذه القضية، كنعتبر بأن هذا غير معقول، لأن مقاطعة الانتخابات عمل سياسي أيضا. لكن أنا أظن بأنه في هذه الوضعية اللي كنعيشوها الآن، الديمقراطية المغربية الهشة اللي حنا كنطمحوا باش نطوروها، كنحمروا أن كنطمحوا باش نقاوموا ظاهرة العزوف، أنا كنظن بأنه من غير اللائق باش نفتحوا الإعلام العمومي. واحد الجهة اللي كتبغي تقول للمواطن عن طريق الإعلام قاطعوا الانتخابات وقاطعوا الإعلام العمومي، لأن قطع الانتخابات حتى الإعلام العمومي قطعوا يعني على الأقل، على الأقل أي صحيح. هو ماذا اختيار؟ نعم ماذا اختيار فقط. فوطي فوطي وعليا دير الخير فيكم وفيها،